إذن الآن سنتحدث حول الطيات أو الفولز بي بام. فبكل بساطة، طبعا بكل بساطة سأقوم أنا بنسخ هنا. أرى أين أنا الآن؟ أنا الآن هنا أريد نسخ ملف تعاملت معه مسبقا الـ API ووضعه هنا حتى نتدرب على هذه الملفات. فإذا هنا لدينا مجلد اسمه API، لاحظوا أن يبدو أن نعم لا تظهر. فإذا هنا تظهر الكلمات التي أكتبها، ستظهر لكم لأن هذا الشيء تعرفون مهم جدا ببم أن نعرف ماذا أنا أكتب. هذه الـ X، عندما تجدون X بهذا الشكل يعني أنا مسحت. فإذا الآن نذهب لملف الـ API هنا، فلدينا أعتقد ملف اسمه User، فإذا لنذهب لملف Users. فإذا هذا هو. فلاحظوا أنا أقوم بالنقر على جي، يفترض الآن لمتتبعي بم يعرفونها، جي الانتقال للأسفل. فلاحظوا أن هذا الكود طويل نوعا ما، يعني لاحظوا تقريبا لدينا تقريبا 400 سطر. فإذا أردت أنا مثلا الانتقال من أول الكود لنهايته وتصفحه، فسيصبح هذا شيء يعني كبير بالنسبة لي لتصفحه. فالحل لهذا الموضوع أن أقوم بطي الكود. هذه الأمور متوفرة بالمحررات العادية أعتقد بشكل أوتوماتيكي، لكن نحن بVim ننشئها. فإذا الآن لاحظوا، إذا أردت مثلا لدي مثلا هذه اللي تراي، أريد أن أقوم بطيها، فيمكن بالفيجوال مود أن أقوم بتحديدها بهذا الشكل، أين تنتهي هكذا هنا مثلا، وأقوم بفولد لها. فكيف سيكون ذلك؟ سأقوم بالنقر على زد، حرف زد وإف سمول لتر. فإذا لاحظوا ما الشيء الذي حصل، أصبحت بهذا الشكل. طيب يمكن أيضا أن أقوم بشيء آخر، أن أريد مثلا أن أنشئ طية للكود، كل شيء بداخل الكيرلي براكتس، هذه الكيرلي، هذه البداية وهذه النهاية، أريد أن أنشئ كل شيء بداخلها أريد أن أضيفه لطية أو فولد. فكيف ذلك؟ وبكل بساطة نفس الفكرة السابقة، تكتب ZF وهنا تكتب خيارات الموشن أو الحركة الموجودة بVim، تكتب N أو I يعني N وثم curly brackets. فكأنك تقول ماذا؟ كأنك تقول هنا أن اجعل ما بداخل هذا الكود مطوي بهذا الشكل، فهذه اسمها fold أو طية. أيضا يمكن أن أجعل طية لهذا الكود كله مرة أخرى، أن أقول اصنع طية هنا بكل شيء بداخل هذه الكيرلي براكتس مرة أخرى، فيمكن أن أكتب ZFN curly. لاحظوا كتبتها مرة واحدة بسرعة. فهذه هي الشيء. أيضا هنا يمكن أن أنشئ طيات أخرى بهذا الشكل، مثلا لهذه هنا بأنشئ نفس الشيء ZFN curly brackets، نفس القصة. فالآن سأضعها بسرعة هذا لنرى كيف تبدو. فسأكتب ZFN curly، لاحظوا، وهنا سأكرر نفس العمل، سنكتب ZFN curly. فماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة يعني أن اجعل طية Z، حرف الزد بVim خاص بالفولد، يعني Z fold F fold، وثم تكتب الموشن، أي نوع من الموشن الموجود لديك بVim. فإذا بVim لدينا موشن in curly brackets in square brackets، فلدينا هذه الأمور يمكنك أن تضيفها أي شيء. طيب الآن أصبح لدينا هذه الطيات. طيب أنا أريد مثلا أن أرى ما بداخل هذه الطية، هنا أصبحت مطوية، أريد أن أفتحها، فالفتح يكون بO بZ open. تذكروا أن Z هي الفولد، هي أمر الفولد، فهنا بالتالي سأكتب Z يعني حرف Z وO. وكما قلت في وقت سابق، عندما أكتب شيء سترونه على الشاشة، أنا أتكلم قبل أن أكتب حتى تتنبه أنني الآن سأكتب. فإذا Z O، فإذا سيتم فتح الطية. لكن لاحظوا أنا فتحت الطية، لكن الطيات التي بداخلها لم يتم فتحها. فإذا الفتح لا يتم recursive أو لا يتم للطيات بداخلها nested، يعني لا يكون لها، لا يتم فتحها، فقط الفتح الأولى، الطية الأولى. طبعا إذا أردت أن أقوم بإغلاقها مجددا، يمكن أن أكتب ZC يعني close،
مرة أخرى زد سي، طبعا لم تغلق يمكن لماذا؟ فإذا زد عفوا دقيقة، نعم الآن أغلقت لأن الأولى هذا لم يكن لها فولد، أنا نقرت على التي ليس لها فولد، فمكان وجود الفولد زد سي يعني زد، اتفقنا فولد سي يعني كلوز. لاحظوا أعزائي أن بهذه الأوامر يوجد لدينا زد، زد الأساسية بالفولد، ويوجد أيضا الحرف الذي بعد الزد. الحرف الذي بعد الزد يمكن أن يكون كابيتال ويمكن أن يكون سمول. إذا كان سمول فهذا يعني أنك أنت تفتح وتغلق الطيات بشكل عادي، ليس بشكل ريكيرسيف، ولا تهتم للنستة فولدز التي بداخلها. أما إذا غيرت الحرف لكابيتال فأنك تقوم بالعملية بشكل نسد لكل الطيات الموجودة بالداخل. فأنا كتبت هذه الأوامر فعليا هنا بالموقع، ورابط هذا الدليل في الوصف يمكنكم الرجوع إليه. فإذا لاحظوا كل شيء خاص بالطيات يبدأ بزد، وكل شيء فيه كابيتال والحرف الثاني دائما فيه كابيتال لتر وسمول لتر. السمول لتر مرة أخرى ينفذ مرة واحدة، الكابيتال لتر ينفذ بشكل ريكيرسيف. فإذا أنا قلت أن الزد زد أو يعني زد أوبن يعني فولد أوبن هو فتح الطية أدنى المؤشر بدون الطيات التي بداخلها النستد، أما إذا كتبت كابيتال سيفتح النستد. نفس الشيء إذا قلت زد سي يعني زد كلوز يعني فولد كلوز إغلاق فقط واحدة، أما إذا كتبت كابيتال فستصبح أيضا للطيات النستد. فالآن سنجرب هذا. طبعا لاحظوا أنا دائما يدي على escape، واescape بالنسبة لي أنا escape أو بالنسبة للكيبورد يعني التي لدي هي ليست escape الموجودة في أعلى يسار الكيبورد في زاوية الكيبورد، ليست هي escape. أنا قمت بتغيير زر escape، زر الكابس لوك بالنسبة لي أصبح هو زر escape، وهذا الشيء اللي جعل يدي تتحرك أسرع. فدائما بأثناء تعلمك لفيم وأثناء استخدامك لفيم حاول دائما أن تجعل زر الاسكيب قريب منك دائما وليس بعيد، بطريقة أو بأخرى حول أي زر لزر اسكيب وزر قريب، يعني مثلا زر الكابس لوك مفيد أن يكون هو زر اسكيب لأن الكابس لوك غير مفيدة، الكابس لوك ليست لها فائدة. ودائما كلما تقوم بعملية انقر على اسكيب حتى لا تخرب الأمور، لأن تعرفون بفيم يوجد أكثر من مود فيمكن أن تخطئ، فدائماً اجعل يدك على escape وكلما تقوم بأمر انهيه بescape. فإذا الآن هذه الطية أريد أن أفتحها وأفتح كل شيء بداخلها، فسأكتب Z capital O، فإذا Z capital O، فإذا لنرى، لاحظوا كل شيء تم فتحه بهذا الشكل. طبعاً الآن أريد إغلاق مجدداً، فسأكتب هنا Z capital close لتغلق كل شيء بداخلها. مرة أخرى دعونا ننشئ طية هنا بطريقة مختلفة، فمثلا يمكن أن أستخدم الفيجوال مود كما قلت، والفيجوال مود سيكون بتفعيله تفعيل هذا المود من خلال شيفت كابيتال V، شيفت كابيتال V الآن تم تفعيله، عفوا شيفت بالنسبة لي شيفت V يعني كابيتال V تفعله من خلال كابيتال V، وجيل الأسفل بهذا الشكل تحدد أين تريد أن تذهب مثلا هنا. والآن يمكن أن أصنع الفولد بكتابة ZF، فإذا ها هي جيد. والآن أيضا يمكن أن أنشأ مثلا فإذا مرة أخرى إذا أردت مثلا الانتقاء القيام بإنشاء زد فولد لسطرين للأسفل، فسأكتب ZF 2J فإذا الآن سطرين للأسفل. مرة أخرى زد أوبن ها هو، فيمكن أن تصنع الفولد من خلال ZF وثم الحركة، أي حركة بفيم، سطر للأسفل أيضا سطر للأعلى. إذن هذه هي الفكرة، الفكرة الأولى أنك تصنع فولد من خلال ZF وثم أي حركة بفيم. الفكرة الثانية هي أن إذا أردت أن تقوم بإغلاق الفولد تكتب Z close، إذا أردت أن تفتحها Z open. أي حرف capital small تحوله لكابيتال يمكنك أن تغير بالنستد، بكل شيء نستد، يعني مثلا دعونا ننشئ نستد هنا مثلا هنا زد فولد
طبعا أنا أنشئ الآن بشكل عشوائي، يعني ليس بشكل مرتب. فإذا الآن زد فولد، فإذا الآن أصبح لدي هنا لدي فولد، لكنها بداخلها أكثر من فولد. فالآن سأغلق هذه الفولد فقط، هي زد كلوز. إذا زد أوبن، لاحظوا ما زالت هذا. طب مرة أخرى سأكتب زد كلوز، عفوا زد كلوز، أغلقتها. الآن أريد أن أفتحها مع الأشياء التي بداخلها نستد، فبالتالي علي أن أستخدم زد أوبن، صحيح؟ زد أو، لكن أو ستكون كابيتال لتر لفتح النستد. إذا زد أو، إذا لاحظوا كل شيء الآن فتح معي حتى النستد. الموضوع الثاني هو بخصوص الانتقال بين هذه، دعوني أعيد هذه، هذا إذا زد كلوز أغلقتها، جيد. إذا الآن أصبح لدي هذه الفولد وهذه الفولد، ولدي 4 فولد هنا، تلاحظون؟ أريد الآن أن أقوم بالانتقال بين هذه الفولد. طبعا الآن يمكن أن أنتقل بكي وجي، لأن الملف نوعا ما أصبح الآن صغير مع هذه الطيات. لكن ماذا لو أردت مثلا انتقال من طية لأخرى؟ فنفس الفكرة، يمكن أن أستخدم زد كي وزد جي، تذكروا زد فولد وجي للأسفل كي للأعلى. فبالتالي هنا أنا الآن على هذه الطية، فإذا الآن إذا ذهبت زد كي انتقلت للتي فوقها، زد كي التي فوقها، زد كي التي فوقها. إذا أردت الانتقال للأسفل زد جي، زد جي، زد جي. إذا هذا هو موضوع. الموضوع الثاني أو الرابع، لا أعرف ما رقمه، هو إذا أردت أن أحذف الفولد، لا أريد فولد الآن بعد الآن، فماذا أفعل؟ أكتب زد دي، يعني ديليت. الآن حذفتها. فإذا الآن لو كتبت زد أوبن هنا، لا يوجد شيء لأوبن، وهي أصلا لا يوجد فولد هنا. فإذا بهذه الطريقة يمكن أن أحذفها. بنفس الفكرة زد كابيتال دي تحذفها وتحذف التي نستد فيها، ريكيرسيف. ممتاز. آخر معلومة، أن هذا الشيء غير مستمر، غير دائم. هذا الشيء مجرد أن أغلق الملف، فإذا دعوني أغلق الملف، أغلقت الملف، فلو عدت الملف مجددا لاحظوا لا يوجد فولد. فإذا هذا الشيء ليس دائم. إذا أردت أن أجعله دائم، فيمكن مثلا دعوني أنشئ فولد هنا، إذا سأنشئ فولد زد اف ان كيرلي، جيد. إذا أردت أن أجعل هذا زائد دائم، فيمكن أن أستخدم الأمر اسمه make view. make view تحفظ الفولدز وأمور أخرى خاصة بالملف، فيمكن أن أكتب هكذا make view. لاحظوا بالأسفل هنا أكتبها، وانتهينا. الآن لو أغلقت الملف وعدت مجددا لن أجدها. لماذا؟ لأن علي أن أقوم بالنقر على load view. فإذا load view، فإذا عادت الفولد لدي. فإذا هذا هو بالنسبة للفولد. الفولد جدا مفيد في حالة أنك تبرمج ولديك مثل هكذا أكواد، فتريد مثلا أن تقوم بطي الكود، تتنقل بين الطيات، تفتح طيات، تغلق طيات بشكل سريع جدا. ومرجعيتك لهذه الأمور هو موقعي طبعا، وهو هذه الشيت التي أنا كتبتها، فيمكنك العودة إليها بكل أمر. طبعا يوجد أوامر أنا لم أخبرك عنها، مثلا كيف تفتح كل الطيات وتغلق كل الطيات بالموقع. فمثلا لديك مثلا، دعونا نتحدث عن هذا، مثلا سأنشئ طية هنا أيضا، عفوا زد اف ان كيرلي، وهنا أيضا زد اف ان كيرلي، عفوا. فالآن أصبح، وهنا أيضا زد اف ان كيرلي. فإذا الآن أصبح لدي كل هذه الطيات. فإذا أردت مثلا هذه الطية بحد ذاتها، هذه هي فقط، إذا أردت أن أقوم بفتحها وإغلاقها، يعني لا أريد أن أقول مثلا close open open close وهكذا، أريد يعني فقط toggle يعني بين ال open وال close، فيمكن أن أكتب ZA. وإذا أردت العودة ZA 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 ZA، تغلق وتفتح بهذا الشكل، شكل سريع جدا. ونفس القصة بالنسبة لأي كابيتال، نحن اتفقنا أن أي كابيتال، أن كل شيء كابيتال الآن، أنها ريكيرسيف. أي شيء كابيتال ريكيرسيف، أي شيء ليس كابيتال ليس ريكيرسيف، سهل جدا. الآن لدي هذا كله أنا، إذا أردت مثلا أن أقوم بفتح كل الطيات بالموقع كلها، فماذا أفعل؟ أكتب بكل بساطة زد كابيتال R. فإذا زد كابيتال R
يعني R إذا أردت أن تحفظها، أنا حفظتها على أساس أنها reveal أو release، حتى يتم فتح كل شيء release أو reveal capital R. فإذا الآن سأكتب Z capital R، إذا لاحظوا تم فتح كل شيء. طيب إذا أردت إغلاق الطيات مجددا موجودة في الموقع، فعلي أن أكتب Z capital M، M merge. أنا هكذا يعني دائما حاول بالذم أن تجد كلمة للأوامر، كلمة تذكرك بمعناها. فإذا الآن Z capital M، فإذا عادت كل الطيات. ومرة أخرى إذا أردت أن أقوم بتوغل بين فتح كل الطيات بالملف وإغلاقها، زد I، إذن زد I زد I زد I زد I. وأيضا لو انتقلت إلى هنا حتى ترونها زد I زد I. جيد؟ فإذا هذا هو الدرس بخصوص الطيات، أتمنى أنكم استفدتم منه.